نحن الآن في قرية عزيزة الذي ادعى النظام أنه قد حررنا من الإرهابيين، أي نحن الإرهابيين بفضل الله، وهذه قذائف القنابل التي النظام ضربنا بها اليوم، وهذه قرية عزيزة محررة من قبل الجيش الحر وهي في أيدينا ولله الحمد. نحن اليوم في يوم الاثنين 3/12/2012، نحن الآن في قرية عزيزة. هاي القنابل رأس متفجر نعم رأس متفجر، حتى تضرب يطلع الدخنة. هاي القنابل عم ضربنا فيها صناعة روسية كورية جنوبية صينية.